سعر البلاد سبلاي بتاع الدمبنج دي. بصوا معايا يا جماعه، البلاد سبلاي ها بتاع الطنج منين يا ولاد؟ في ارتري اسمه ها لينجوال ارتري. بص معايا لينجوال ارتري ها، ده جاي من الاكسترنال كاروتيد. هيقول لي في الكتاب اللينجوال ارتري ها ده البلاد سبلاي بتاع اللسان. لينجوال ارتري ده البلاد سبلاي بتاع ها الطنج، ماشي. اللينجوال ارت ده جاي من الاكسترنال كاروتيد قصاد الهيودبون. اللينجوال ارت ازاي بيغذي الطن؟ طبعا لما يجي يقول لك سؤال في الامتحان بلاد سبلاي لازم تقول ارتري وفين والامفاتيك، لازم تقول ارتري. يعني لو قال لك بلاد سبلاي وذا طن لازم تقول ارتري وفين ها والامفاتيك. الارتري بتاع التونج لينجو، اللينجوال بيدي ازاي التونج يا جماعه؟ اللينجوال بيدي ازاي التونج؟ بيدي عن طريق برانشين، واحد اسمه ديب لينجوال، ديب لينجوال ده اهو نهايه اللينجوال ارت ديب لينجوال ها، وفي اتنين دورسال لينجوال. دورسال لينجوال واما تذاكر الهيد والنيك كده واحده هتلاقي الكلام ده سهل. لينجوال على فكره برانشاته، برانشات اللينجوال لو انت خليك معايا، برانشات اللينجوال ها بيدي ديب لينجوال اخره، بيدي الانتيرو بارت اوف ذا تانج. دورسال لينجوال ده بيطلع تحت الهايوجلوسس، العضله دي اسمها هايوجلوس. وبرانشات اللينجوال تاني بيدي ارتري في الحته دي اسمه سابلينجوال، بيدي السابلينجوال سليفري جلاند، وبيدي ارتري ام الفيرست بارت بتاعه اسمه سوبرا هويد، بيدي السوبرا هويد مصر. يعني اللينجوال ارتري بيغذي ايه؟ لو حد سالني اللينجوال ارتري برانشاته ايه؟ بيدي سوبرا هويد للسوبرا هويد مصر. سوبرا هويد ده اهو للسوبرا هويد مصر. خلي بالك من السوبرا هويد ارتري ده جاي من اللينجوال، اما الانفرا هويد ارتري لما نيجي نقول بعد كده ونراجع اقول لك جاي من السوبيرو ثايرويد. سوبرا هويد جاي من اللينجوال. ها اللينجوال بيدي ايه كمان؟ سب لينجوال جلاند، ماليش دعوه مش لسان. بيدي ايه للسان؟ بيدي حاجتين اتنين للسان. اللينجوال ارتري بيدي في نهايته ارتري اسمه ديب لينجوال ارتري، وبيدي يا جماعه دورسال لينجوال. دورسال لينجوال دول بيعملوا سبلاي البوستيرو بارت اوف ذا تانج. دورسال لينجوال دول جايين من السكند بارت اوف ذا لينج. فالبلاد سبلاي بتاع التانج هو اللي مفيش غير اللينجوال، يعني مفيش حد بيوصل لسان غير اللينجوال ارتري. معايا؟ مفيش حد بيوصل لسان غير مين؟ اللينجوال ارتري اللي انا راسمه لك على السبوره ده. تمام؟ ده الارت. طيب لما يجي يقول لي بلاد سبلاي لازم اتكلم كمان عن الفينز. الفينز بتاعت اللسان ايه؟ زي ما قال لي في الكتاب كده، هحفظ من الكتاب، قال لي مجموعتين اتنين، تو سيت. ها مجموعتين اتنين، المجموعه الاولى سوبرفيشال هاي جلوسس، المجموعه الثانيه ديب للهاي جلوس. بص معايا بقى، المجموعه الاولى هي مين؟ الفينات بقى، ركز معايا واحفظ معايا. الفين اللي جاي من تحت اللسان ده اهو اسمه ديب لينجوال فين. ديب لينجوال فين، ديب لينجوال فين ده اللي انا بشوفه تحت اللسان ماشي مع الديب لينجوال ارتري، بيتحد مع فين اسمه سب لينجوال. ده اهو في فين كده هنا اسمه سب لينجوال فين، جاي من عند السب لينجوال جلاند. يقوم يعملوا لي اتنين فين مهم جدا ومشهور جدا اسمه فينا كوميتانت اوف ذا هايبوجلوسال نيرف. الفين ده اهو، الفين ده اسمه الفينا ها فينا كوميتانت بتاع الهايبوجلوسال نيرف. هايبو ها جلوسال نيرف ها. لو انت مذاكر كده شويه وقاري هيد ونيك يا جماعه ركزوا معايا، ارجوكوا ركزوا معايا، هتلاقي ان في حاجه اسمها فينا كوميتال بتاع الهايبوجلوسال نيرف، وده بيكون سوبرفيشال للهايبوجلوسس. يعني الهايبوجلوسال نيرف ومعاه حاجه اسمها فينا كوميتال. ها الفينا كوميتال بتاع الهايبوجلوسال نيرف جه منين؟ من اتحاد ها ديب لينجوال فين مع سب لينجوال فين، اتحدوا مع بعض فين؟ عند الانتيرو بوردر بتاع الهايبوجلوسس. عند الانتيريور بوردر بتاع الهايبوجلوس عملوا حاجه اسمها ايه؟ فينا كوميتال بتاع الهايبوجلوسال نيرف. دول ها الفين ده سوبرفيشال هايبوجلوس. في حاجه بقى ديب للهايبوجلوسس، ديب للهايبوجلوسس في اتنين فين اسمهم ايه الاتنين فين ده؟ هم اسمهم دورسال لينجوال فين. دول هيقول لي عليهم المجموعه الثانيه، وهيقول لي لسان درين بتو جروب ها مجموعتين اتنين. المجموعه الاولى اللي هي ديب لينجوال فين وسب لينجوال عملوا فينا كومن. المجموعه الثانيه ديب للهاي جلوسس هيقول لي عليها اسمها دورسال لينجوال فين. دورسال لينجوال فين دول ديب للهاي جلوسس. طيب ديب ماشيين ديب للهاي جلوسس زي الدورسال لينجوال ارتري كده. دورسال لينجوال فين بيتحدوا مع بعض ويتحدوا في الاخر عند البوستيرو بوردر بتاع الهاي جلوسس مع الفينا كوميتال بتاع الهايبوجلوسس.
ها يعني السوبرفيشال والديب بيقابلوا بعض هنا، يعملوا لي الفين الواحد ده، والفين ده اسمه ايه؟ الفين ده اسمه لينجوال فين، واللينجوال فين ده بيصب فين؟ بيصب في النهايه في الانترنال جاجولار فين. يبقى انا عندي هيقول لي في الكتاب كده مجموعتين، وانا بذاكر الحته دي اتخيلها برسمه، لازم اتخيلها برسمه كده زي ما قلت لك اهي، اتخيلها برسمه ايه؟ ديب لينجوال فين بيقابل سب لينجوال فين، عملوا فينا كوميتال هايبوجلوس، دي مين؟ سوبرفيشال للهايبوجلوس، دي المجموعه دول. المجموعه الثانيه مين؟ دورسال لينجوال فين، دول اثنين اثنين دورسال لينجوال فين ماشيين ديب للهايبوجلوس. المجموعتين اللي هم ديب والسوبرفيشال قابلوا بعض هنا، عملوا ايه؟ عملوا لينجوال فين. بيصب فين اللينجوال فين؟ في الانترنال جاجولار فين. معايا كده؟ لازم اقول له الايه ده الفينس دريش بتاعه اللسان كده، في النهايه لينجوال فين، وفي النهايه برده الارت سبلاي لينجوال ايه؟ ارت. طيب تيجي بقى لازم يجي يقول لي بلاد سبلاي، لازم اقول له معاها الليمفاتيك. ها الليمفاتيك بتاع اللسان مهمه جدا جدا، الليمفاتيك بتاعه اللسان بتروح فين؟ اقول له اه اللسان كده متقسم الى انتيرو تو سير وبوستيرو وان سير، ها متقسم بحاجه اسمها سالكاس تيرمينيز. الانتيرو تو سير بتروح فين؟ التب بتاعتها، التب بتاعه اللسان تبع الايه؟ الميد لاين بتاع الفيس هنا، الحته دي اي حاجه موجوده في الميد لاين هنا في الفيس تحت تحت اللسان او تحت البق يعني بتروح لحاجه اسمها سبمنتال ليمفيتيك. يعني عندي ايه؟ لو السنترال بارت بتاع اللور ليب او التشين او حتى التيبل ذا تام او حتى الانسيزور تيس او حتى الفلور اوف ذا ماوس في الميدل، كل ده بيروح لحاجه اسمها سبمنتال ليمفيتيك. سبمنتال ليمفيتيك جايبه المنطقه دي، اي حاجه في الحته دي بتروح لمين؟ ها للسبمنتال ليمف نود. معايا سبمنتال ليمف نود واخده الايه؟ السنترال. فقال لي التيب اوف ذا تانج، التيب اوف ذا تانج المفروض ده اكون فاهم كده وانا بذاكر ان هو تبع السنترال بتاع الفيس، تبع الجزء الوسطاني في الفيس، بيروح لمين؟ للسبمنتال ليمف نود. ها بيروح بايلاترال يعني سبمنتال ليمف نود في الناحيتين، طرف اللسان ها في الانتيرو تو سير بيروح للليمف نود ده، اروح كاتب على الليمف نود ده على السبوره اسمها سبمنتال، اسمها ايه؟ ها على السبوره كده سبمنتال. تمام. طيب بص معايا، طيب بقيه الانتيرو تو سير، بقيه الانتيرو تو سير ده اولاد بيروحوا فين؟ قال له بيروحوا ها معايا للسب مانديبولار ليمف نود سايد، يعني ناحيه اليمين سب مانديبولار ليمف نود يمين، والناحيه الشمال بتروح للسب مانديبولار ليمف نود شمال، بتروح كل واحده بتروح للكورسبوندنج سب مانديبولار ليمف نود. ده ليه؟ ليه؟ عشان الطنج وانت بتذاكر كده في سبتم، طنج افتكر ان في سبتم في النص. ها لما تيجي تذاكر كده المصل، المصل بتاعه اللسان يقول لك ايه؟ المصل بتوع اللسان هم عددهم كام؟ عددهم أربعة انترنسك وأربعة اكسترين، ما بينهم سبتم، ما بينهم حاجز. الطنج ده متقسم كده بسبتم في النص كده إلى منطقتين اتنين، منطقة ها معايا هنا ومنطقة ده الأنتيرو تو سير. الأنتيرو تو سير متقسم في سبتم، في سبتم مقسم للسان، يعني هنا في جينو جلوسس وهنا في جينو جلوسس، هنا في هاي جلوسس وهنا في هاي جلوسس، هنا في بلاتو جلوسس وهنا في بلاتو جلوسس، هنا في ستايلو جلوسس وهنا في ستايلو جلوسس، وكذلك الانترنسك. في سبتة. فالطنج دلوقتي متقسم الى منطقتين اتنين انتيرو تو سير. فخلي بالك ها هيقول لك ايه بقى؟ هيقول لك الانتيرو تو سير اوف ذا طنج بيروحوا فين؟ ها غير التب، اروح قايل له بيروحوا للايه؟ يونيلاترال يعني ناحيه اليمين، بتروح للسب مانديبولار لينف نود اليمين. خليك معايا. بتروح للايه؟ ها للسب مانديبولار لينف، يعني لو واحد جاله اي حاجه في لسانه، ساعات بيجي له ألسر كده قرحه وتحول القرحه دي ساعات بتتحول لكانسر. لسرطان ساعات كتير هتقراها في الجراحه دي بعد كده لما توصل سنه سنه. ألسر يجي له قرحه كده في لسانه وممكن تتحول لكانسر. ها السايد بتاع الطنج بيروح فين يا عم؟ بيروح للينف نود هنا اسمها سب مانديبولر. سب مانديبولر دي يونيلاترال يعني اليمين بيروح لليمين، اسمها ايه الليمف نود ده؟ ايه؟ اروح كاتب عليها دي اسمها سب مانديبولر. والسب مانديبولر دي بتبعت لمين يا اولاد؟ بص بقى بتبعت لمين؟ بتبعت للينف نود على الانترنال جاجولار فين. بص انا راسم الانترنال جاجولار فين اهو، لو سمحت ركزوا. الليمف نود على الانترنال جاجولار فين اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ اسمها ديب سيرفايكال ليمف نود، ودول مجموعتين ابر ها ولور. خلي بالكم الابر فيها واحده لازم افتكرها، ها في واحده لازم افتكر الليمف نود مهمه اسمها ايه الابر؟ في واحده هنا ليمف نود اسمها جاجولو ها دايجاستريك. جاجلو دايجاستريك دي لانها عند الانترنال جاجولار فين مع البوستيرو بيلي اوف دايجاست، دي لينف نود تبع الابر، واحده من الابر ديب سيرفايك، وفي واحده تبع اللور اسمها ايه اللي تبع اللور اهي؟ ها لينف نود هنا اهو اسمها ايه؟ اسمها جاجلو اومو هايوي تبع اللور ديب سيرفايك.
يبقى انا دلوقتي لازم افتكر عن الانترنال جاجولار فين. وركز معايا كده، ركز معايا، ركز معايا. الانترنال جاجولار فين عنده لينف نود اسمها ايه؟ اسمها ديب سيرفايكل، متقسمه لايه؟ لابر ولور. في واحده من الابر لازم افتكر اسمها ايه؟ اسمها جاجولو دايجاس. وفي واحده من اللور لازم افتكرها اسمها ايه؟ جاجولو مايور. قال لي الليمفاتيك بعد ما تروح للسبمانديبولار لينف نود تروح للجاجولو دايجاس، والجاجلو دايجاستريك بتبعد ده اهي للجاجلو اوماهيود. والجاجلو اوماهيود لو انت مذاكر بتطلع حاجه منها اسمها جاجولار لينف ترانك. جاجولار لينف ترانك ده بيروح فين؟ لو يمين بيروح يعمل رايت لينفاتيك دكت، لو شمال بيروح لمين؟ للثوراسيك دكت. ها معايا كده؟ لما تذاكر هتعرف الكلام ده معايا. اهو ده بتروح لمين؟ ها للجاجلو دايجاستريك والجاجلو اوماهيود. يعني سب مانديبولار جاجلو دايجاستريك جاجلو اوماهيود، نفس الكلام الناحيه ايه التانية. ها ده يونيلاترال، يعني السايد بيروح يونيلاترال. اما السنترال بقى، بص يا اولاد لما يجي يقول لي السنترال بتاع الانتيرو توسير، يعني المنطقه دي ايه؟ النص هنا، يعني الحته دي واحد جاله اي حاجه في النص هنا السنترال بتاع الانتيرو توسير. قال لي هنا بقى ها انا حوالين السبطه، طبعا ما قالش في الكتاب بس انا بقول لك انا حوالين السبطه، في حاجه اسمها سبطه في نص اللسان انا حوالينه. فتفتكر الليمفاتيك هنا هتروح فين؟ قال لي هتروح بايلاترال. بايلاترال لمين يا اولاد؟ ها للسبمانديبولار ثم جاجلو دايجاستريك وجاجلو اوماهيود. معايا؟ انت فاهم ليه بقى السايد بيروح يونيلاترال؟ لان انا ها جنب المفروض فيه هنا سبطه. لو انا ناحيه اليمين هروح ماشي كده، لو انا ناحيه الشمال هروح ماشي كده. خليك معايا. طب لو انا في السنترال، في السنترال يا اولاد يعني واحد جاله حاجه في نص لسانه، لا ده انا دلوقتي حوالين السبطه الليمفاتيك هتروح بايلاترال. بايلاترال لمين؟ لنفس الليمف نود سب مانديبولار ثم جاجلو دايجاستريك ثم جاجلو ايه؟ اوماهيود. تمام؟ معايا كده؟ ها لو عايزين اقول تاني قول تاني، قول فهي اقول تاني. ها معايا يا جماعه؟ عايزين نحفظ مع بعض، عايزين نحفظ. ها يبقى ده التب بتاعت اللسان بتروح فين؟ بايلاترال لسب مانديبولار. ها ركزوا معايا بس. طيب السايد بتروح فين؟ ها لو من ناحيه اليمين بتروح للسب مانديبولار ثم تنزل تحت جاجلو دايجاستريك وجاجلو اوماهيود. تمام؟ نفس الكلام ناحيه الشمال. طب السنترال بتاع الانتيرو توسير نص الانتيرو توسير تروح بايلاترال ها للسب مانديبولار لينف نود ها وبعد كده بايلاترال برضو للجاجلو دايجاستريك وجاجلو اوماهيود. ليه بقى؟ لان انا عندي في حاجه اسمها سيبتم في نص اللسان، عندي حاجه اسمها ايه؟ سيبتم. ها لما تيجي تقرا، افتكر لما تيجي تقرا المصل هيقول لك كده اول حاجه اللسان متقسم الى تو هاف لسيبتم. اللسان متقسم الى ايه؟ ده الانتيرو تو سيرد اللسان بتاع اللسان اللي فيه السبتم ده. البوستيرو سيرد بقى بتاع الطنج، بوستيرو سيرد بتاع الطنج الليمفاتيك بتاعته بتروح فين؟ بتروح مباشره للجاجلو دايجاستريك والجاجلو اوماهيود. البوستيرو سيرد الليمفاتيك بتاعته بتروح فين؟ ها ما بتعديش على السب مانديبولار. بتروح بايلاترال، بايلاترال هنا ما فيش سبتم في البوستيرو سيرد، في الفارنجال بارت ما فيش سبتم. الليمفاتيك بتروح فين؟ مباشره بايلاترال. بايلاترال لمين يا عم؟ ها على ناحيتين الاثنين لمين؟ للجاجلو دايجاستريك والجاجلو اوماهيود. يعني واحد جاله اي حاجه في البوستيرو سيرد بتاع اللسان معايا بتروح للناحيتين جاجلو دايجاستريك وجاجلو اوماهيود. ومين التيرمينال؟ مين اخر لينف نود باللسان؟ مين تيرمينال لينف نود؟ ما تنساش ان دي مكتوب عندك في الكتاب، دي بيسالك فيها في الام سي كيو. ها معايا مين التيرمينال لينف نود؟ ده طنط جاجلو اوماهيود. جاجلو ايه؟ اوماهيود. تمام؟ اقولها تاني، يا ريت تركزوا، اللي مش مركز معايا قول لي قول تاني وانا اقعد معاك تاني. ها التب بتاع اللسان بتروح فين؟ احفظ معايا صب من ناحيتين. التب ده بعيد عن السر طرف ده. طيب امال الانتيرو تو سير؟ الانتيرو تو سير ها السايد، ها السايد يعني الناحيه دي بيروح لمين؟ ها اهو بيروح لصب مانديبولار ها ثم جاجلو دايجاستريك جاجلو اوماهيود على الانترنال جاجلو. ناحيه الشمال بتروح لمين؟ ها سب مانديبولار ها جاجلو دايجاستريك جاجلو اوماهيود. معايا؟ ها ده السايد. طب السنترال بتاع الانتيرو تو سير، السنترال يعني حوالين السير او السنترال ده بروح لمين؟ ها بروح ها بايلاترال لمين؟ ها لنفس اللي سب مانديبولار جاجلو دايجاستريك وجاجلو اوماهيود. معايا السنترال؟ معايا؟ طيب بعد كده البوستير وان ثيرد بروح لمين بقى؟ ما بعديش على الصب البوستير ثيرد على طول، البوستير ثيرد ورا بتروح لمين؟ ها للجاجلو دايجاستريك والجاجلو اوماهيود. تيرمينال لينف نود بتاعت اللسان اسمها ايه؟ جاجلو اوماهيود لينف نود. تمام؟ ده يا جماعه ايه الليمفاتيك بتاع اللسان. لما يجي لك سؤال بلاد سبلاي، لما يجي لك سؤال بلاد سبلاي في الطن لازم تكتب ارتري وفين وليمفاتيك، ما تنساش دي ارتري وفين وايه وليمفاتيك. تمام؟
طيب نيجي بقى للنيرف سبلاي. طب حد قال لي النيرف سبلاي بتاع اللسان بيروح فين؟ النيرف سبلاي بتاع اللسان بيجي منين؟ النيرف سبلاي بتاع اللسان لو جالك سؤال كده في الامتحان لازم تكتب بوتر وسنسو. خلي بالك يعني نيرف سبلاي بتاع اللسان بتاع التونج بتاع البلد بتاع الفارنكس بتاع اللارنج لازم تكتب موتور وسنسو. ماشي معايا؟ لما تيجي تجاوب سؤال قال لك كده جيف ان اكونت اون اتكلم لي عن نيرف ها سبلاي بتاع التونج لازم هيجي لك الاسئله دي. الاسئله دي اهي نيرف سبلاي بتاع التونج لازم انت تقول موتور وسنسو. لازم تقول موتور ها وسنسو. موتور منين؟ موتور بتاع التونج منين؟ جميع المصل بتاعه التونج بتاخد من حاجه من الهايبوجلوسا نيرف. جميع المصل جينو جلوسس هاي جلوسس ما عدا البلاتو جلوسس. بلاتو جلوسس دي هنقولها دلوقتي مع الفلق تبع الفلق الشعر مع الفلق. نيرف سبلاي موتور ها لازم اقول موتور منين؟ ها من الهايبوجلوسا نيرف ما عدا البلاتو جلوسس. هو كاتبها لك في اول المصر. طيب سنسوري بقى ها ده الموتور. خلي بالك موتور لازم اكتبه. لما يقول لي نيرف سبلاي بتاع التونج ركز معايا في الكلام ده لازم تجاوب ازاي في الامتحان. موتور يبقى كذا. طيب امال لو قال لي بقى ها معايا سنسوري قال لي كده سؤال سنسوري نيرف سبلاي بتاع التونج لا لازم اجيب سنسوري بس معلش نيرف سبلاي قال لي سنسوري نيرف سبلاي بس. اقوم قايل له ايه؟ قايل له التونج متقسم الى انتيرو تو سيرد وبوستيرو وان سيرد وفي حته بوستيرو اند. والنيرف سبلاي بتاع التونج ماشي مع الامبريولوجي. خلي بالك النيرف سبلاي اوف ذا تانج ماشي مع الامبريولوجي. يعني ايه؟ يعني افتكر كده مين النيرف بتاع الفيرست ارش مانديبولا؟ مين النيرف بتاع الثيرد ارش ها معايا جلوسو فارينجيا؟ مين النيرف بتاع الفورس ارش سوبيرو لارينج؟ خليك فاكر دول. مين النيرف بتاع الفيرست مانديبولا؟ مين النيرف بتاع الثيرد جلوسو فارينجيا؟ مين النيرف بتاع الفورس ارش سوبيريور لارينجيا؟ لازم يكونوا دول في دماغك. النيرف سبلاي بتاع التونج ماشي مع الامبريولوجي معايا. يعني هم جابوا الامبريولوجي بتاعه من النيرف سبلاي معايا. جابوا الامبريولوجي يعني قالوا الامبريولوجي بتاعه تبع النيرف سبلاي. الامبريولوجي بتاع اللسان ها ماشي مع النيرف سبلاي. قال لي ايه بقى لما اجي اقرا في الكتاب كده خليك معايا. قال لي ها الانتيرو تو سيرد اوف ذا تونج ها معايا جنرال من نيرف. في جنرال سنسيشن في جنرال وفي تيست. جنرال من نيرف اسمه لينجوال وتيست عن طريق الكوردا تيمباناي. كوردا تيمباناي خد بالك كوردا تيمباناي بتشال مع اللينجوال. كوردا تيمباناي برانش من فيشي تمام. الانتيرو تو سيرف بياخد جنرال من ايه؟ جنرال سنسيشن. خليك معايا جنرال سنسيشن من اللينجوال. اللينجوال هو برانش من المانديبولا. وتيست سنسيشن منين؟ كوردا تيمباناي. ده لما ذاكر هيد ونيك يا جماعه لما تذاكر هنذاكر معايا هتلاقي ان الكوردا تيمباناي متشال مع يعني ضمن الفايبر بتاعه اللينجوال. يعني اللينجوال ها شايل معاه انكلوز بشيس واحد يعني معاه كوردا تيمباناي. خليكم معايا. طيب يبقى دي الانتيرو ايه تو سير. كل الانتيرو تو سير قالوا اه بس لقوا حاجه هنا. لقوا ايه؟ لقوا حته في الانتيرو تو سير الحته ده اهي معايا ما بتاخدش من اللينجوال ولا من الكوردا تيمباناي. لقوا حته في الانتيرو تو سير بتاخد مع البوستيرو وان سير ده اهو. يعني البوستير وان سيرد الحته دي كده اهو. البوستير وان سيرد ها بيدي في نيرف بيدي وبيدي الجزء ده اهو. الحته اللي قدام دي اللي عند السالكس تيرمينالس لا عندها بابيلي بتوع الهيستولوجي عارفينها كويس قوي اسمها ايه؟ سيركم فاليت بابيلي او فاليت بابيلي. فقال لي الحته دي ها بابيلي هنا معايا النيرف سبلاي بتاعها مع البوستيريور وان سيرد. مين اللي بيدي يا عم البوستير وان سير؟ هي دي الحته اللي في التانج المهم. الحته اللي لما يجي يقول لي نيرف سبلاي اوف ذا تانج وعايز الحته دي ها عايز ايه؟ ان البوستير وان سير اوف ذا تانج النيرف سبلاي بتاعه هو الجلوسو فارينجيال. جلوسو ها فارينجيال بس الجلوسو فارينجيال بيدي بوستير وان سير زائد ها الفاليت بابيل اللي هي سيركم فاليت بابيل. فبالتالي ها الجلوسو فارينجيال بيدي ده ومعاه الحته اللي عند السالكس حته من الانتيرو تو سير. انما الانتيرو تو سير لينجوال وكوردا تمبر جلوسو فارينجيال هنا جنرال وتيست. هو الاثنين جنرال وتيست. في نيرف كمان لقوه بيدي اللسان البوستيرو اند الحته دي. النيرف ده اسمه ايه؟ اسمه انترنال لارينجيال. والانترنال لارينجيال ده برانش منين؟ من السوبيريور لارينجيال. السوبيريور لارينجيال ده اللي طالع من الفيجاس. ايوه لقوا اللسان دلوقتي ها اللي ياخد من اللينجوال يبقى طالع ها من الايه؟ اللي ياخد من اللينجوال يبقى طالع امبريولوجي من الفيرست ارش. ها معايا؟ اللي ياخد من اللينجوال يبقى طالع يبقى الانتيرو تو سير ما عدا الحته دي طالعه من الفيرست ارش.
من الاندوديرم اللي هو حاجه اسمها لينجوال سويلنج وتيوبيركولم هيرنيا. تمام. امال البوستيريور ثيرد بتاعه الطن ها معاه حته صغيره، معاه حته صغيره اسمها ايه؟ اسمها فاليت بابيل. طالعه منين؟ من الجلوسو ها فارينجيال نير. قالوا الحته دي تبع الجلوسو فارينجيال نيرف في الامبريولوجي والنيرف سبلاي. والبوستيرو اند بتاعه اللسان، البوستيرو اند بتاعه اللسان بتاخد النيرف سبلاي منين؟ من الانترنال لارينج اللي هو برانش منين؟ من السوبيرو لارينج اللي هو السوبيرو لارينج. النيرف ده بتاع انو ارش بتاع رابع ارش. ها اتفضل. الانتيرو تو سير سبلاي بالمانديبولر ما عدا يبقى انا عرفت كده الحته اللي انا قريتها في الهيد والنيك دي، قريتها في الهيد والنيك هي هتساعدني وانا بذاكر برضو امبريولوجي معايا الحته الهيد والنيك. الانتيرو تو سير طالع منين؟ اهو في الكتاب عندي. والبوستيرو سير طالع منين؟ ها معايا. والبوستيرو اند بتاعت اللسان هي الحته دي. تمام. ده يا جماعه النيرف سبلاي بتاع الطن. يبقى لازم اقول النيرف سبلاي بتاع الطن كان ايه؟ موتور ها وسنسور. سنسور منين؟ ها معايا في الكتاب. ايه بص في كتاب الكليه انتيروتو ها خليكم معايا انتيروتو سيرد بتاعت اللسان ها جنرال لينجوال وتيست نيرف مع اللينجوال اسمه كورزا تمبانال. البوستيرو وان سير جنرال وتيست الاثنين جلوس وفرنج. البوستيرو اند بتاعت اللسان اخر حته في اللسان النيرف سبلاي بتاعها البوستيرو اند انترنال لارينجال برانش من السوبيرو لارينجال برانش من الفيجس. معايا البوستيرو اند ده الانترنال لارينجال على فكره فيه ايه؟ بوستيرو اند اوف ذا تان وحته اسمها الفاليكولا وحته اسمها الايفي جلوكس. تمام. ادي الطنج خلصنا كده الطنج الحته اللي كانت باينه لنا في اللسان. خش على البلد بقى. البلد عند البلد ها في حاجه اسمها الهارد بلد وحاجه اسمها ايه؟ السوفت بلد. خليك معايا. هارد بلد وعندي سوفت بلد. الهارد بلد ده عامل ها الروف بتاع النوز والروف بتاع الماوس والفلور بتاع النوز. الهارد بلد عامل الفلور بتاع النوز والروف بتاع الماوس. الهارد بلد اهو ماشي ها. السوفت بلد حته متشعلقه في الهارد بلد، حته متشعلقه منه الهارد والسوفت. طيب الهارد بلد مطلوب اعرف منه ايه؟ مطلوب اعرف كده يا اولاد ها وانا بذاكر. الهارد بلد معمول من عظمتين اتنين ها. عظمه اسمها ده ايه؟ اسمها المجزلة. واللي ورا دي ها عظمه اسمها البلاطين. البلاطين ها معايا. المجزله الحته دي في الهارد بلد اللي عاملاها المجزله الحته دي اسمها كده بلاطين بروسيسون مجزله. بلاطين بروسيس يعني حته من المجزله عامله البلد. المجزله على فكره لها اربعه بروسيس. ها ده ايه المجزله اهي الحته دي طالعه مجزله يمين وشمال بيرد. فالحته القدامانيه في البلد الانتيرو تو سير معموله منين يا اولاد؟ معموله من البلاطين بروسيس بتاعت المجزله. ركز معايا. اما الجزء الوراني ها ده اهو معمول من هوريزونتال بارت بتاع البلاطين بون. هوريزونتال بارت بتاع البلاطين يعني ايه البلاطين بون دي على فكره؟ يبقى واخده حرف ال ها لها جزء هوريزونتال ولها جزء بيريبنديكولار مستخبي جوه هنا مش شايف. ها بيريبنديكولار ده اللي هو عامل الميديال رول بتاع التيركو بلاطين فوسي. المهم ده البلد عبدين اتنين الهارد بلد. تمام. هارد بلد ده متحوط كده من الفلر ارش. في عندك فصه قدام هنا يا ولاد. في فصه قدام اسمها انسيسيف فصه. انسيسيف فصه دي بيعدي فيها ارتري طالع ونيرف نازل. ارتري طالع ونيرف نازل. ها ارتري طالع هنقوله دلوقتي مهم جدا ونيرف نازل. هاجي اسالك فيهم في العملي وفي النظري كتير قوي. ارتري اسندنج ونيرف ديسندنج. خلي بالك والله هيسالك فيها كتير. ها الحته دي ده هي اسمها انسيسيف فصه بيبقى فيها فرق. قدام. طب ارجع ورا شويه ها الاقي في الايه في عظمه البلاطين في فورامينين اتنين. ها معايا سهلين قوي. واحد اسمه جريتر بلاطين كانال واحد اسمه ليزر بلاطين كانال. جريتر والاسم دول بيودوني ها في البلد لحته اسمها تيرجو بلاطين فوس. مطلوب مني وانا بذاكر يا جماعه اكون عارف الكلام ده يبقى اكون ايه قاعد اكتف قاعد مشغل دماغ. جريتر في جريتر وفي ليزر بلاطين كانال
بيودوا من البلد لغايه المكان اللي جوه هنا يا اولاد، لغايه المكان اسمه ايه؟ تيريبو بالاتاين فوس. ها؟ ده جريتر، في عندي جريتر اللي وراه حته صغيره اسمها جريتر. فصه هنا. تيريبو بالاتاين، لا تيريبو بالاتاين فوس جوه مستخبيه هنا. ها؟ نعم؟ تيريبو بالاتاين فوس، لا تيريبو بالاتاين فوس. ماشي؟ ها؟ خليكم معايا. ها؟ بصوا معايا الجزء اللي بص بس خليك معايا انا الجزء العملي الجزء العملي بص عشان تعيش معايا الموضوع انما الجزء العملي هنقعد نص سنه هنقعد كتير قوي في العمل في نص السنه معايا ما موريش غير سنه ثانيه سنه اولى امتحن وخلاص وهيركزوا ويبقى 100 100 انتوا بس الايه اللي مبتدئين معايا بقى هنشوف العمل فين جريتر وليزر بلاتين كانت بيودوني لحته اسمها تيريجو بلاطايم فوسفور بيودوني الحته اسمها تيريجو بلاطايم جريتر وليزر ماشي ها دول ورا وفي ما بينهم كده حز صغير قوي ها معايا في حته بلزه صغيره ركز معايا لو سمحت ركز معايا والله مش مهم لو ما شفتش الكلام ده دلوقتي ها في حته ما بينهم صغيره كده اسمها بلاطايم كريست دي الحته دي اسمها بلاطايم كريست حته بلزه صغيره كده اسمها بلاطايم ايه كريست ما بين الجريتر والليزر بلاطين كانال بلاطين ايه كريس طيب ايه كمان المفروض اعرفه هنا هنا هو ها في حته بارزه لورا اسمها بوستيريور نيزل سباين كل ده في الهارد بلد في الهارد بلد في ايه انسيسيف فصه فيها فورامين في جريتر وليزر بلاطين كانال ما بينهم حاجه اسمها بلاطين كريس جريتر وليزر ما بينهم بلاطين كريس في ايه كمان في عندي حاجه اسمها بوستيرو نيزل سباي حته كده شوكه ورا اسمها بوستيرو نيزل ايه سباي معايا ده الهارد بال الهارد بال طبعا هيقول لك ايه فوق الميثيليوم نوع ايه وتحته مش عارف ايه الميثيليوم طبعا ملهاش في كتاب الكليه في كلام ايه مكتوب داش الصراحه هنا يعني يقول لك من فوق الميثيليوم بتاعه تبع الموز انا مش عارف الميثيليوم سودو ستراتيفايد كولامينار سيليتد ها معايا ومن تحت نوع ايه مش مهم انا عايز اعرف الحاجات اللي بتبين في الالات في حاجات كده انا بقول لك حتى مكتوبه في الكتاب وانت بتذاكرها عديها مش مهم الميثيليوم نوع ايه ملناش دعوه بيه هيفيدك في الهيستولوجي ماشي ها في حتى ما في حته مكتوبه غلط في كتاب الكليه على فكره قال لك الميثيليوم من تحت كريتانايز هو نان كريتانايز على فكره هو نان كريتانايز مش كريتانايز يعني هو حتى ضعيف في الهيستولوجي مش كريتانايز هو نان كريتانايز بص في كتاب الكليه حتى ايه كاتب ان هو كريتانايز ستراتيفايز لا هو نان كريتانايز ماشي عرفت الهارد بالك ايه اللي يهمني في الاناتومي الهارد بالك مين العظم اللي عنده ها في فصه اسمها ايه او فورامينات اسمها ايه ها تمام يهمني قوي بقى الارتريات هنا مين بص يا اولاد اللي ورا الارتري هو ارتر واحد بيدي الهارد بالك ده البلاد سبلاي بتاع الهارد بالك مهم العظم اللي عامله مهم العظم اللي عامله مهم ماشي والارتري بلاد سبلاي بتاع الهارد بالك لو سمحت ركز ارتري اسمه يا اولاد ده هو اسمه جريتر بلاطين جريتر بلاطين ده جاي منين جاي من السيرد بارت بتاع المجزله سيرد بارت بتاع المجزله هو في حته اسمها تيريجو بلاطين فصه هنا بيدي ست برانشات هنا اهو ست برانش دول بفتكرهم حتى بكلمه جاب بيبس لو انت فاكر جاب بيبس المهم واحد منهم اسمه جريتر بلاطين جريتر بلاطين ماشي هنا يمشي في جريتر بلاطين كانال ها وانا ساعتها قلت لك هنحتاج الارتر ده اهو احنا محتاجينه دلوقتي يمشي هنا يطلع لي من حته اسمها الانسيسيف فوسه يطلع على النوز الارتر ده اسمه ايه؟ جريتر ها بلاطين ماشي كده جريتر ايه؟ الارتر الوحيد بتاع الهارد بلد لو حد قال الارتر الوحيد بتاع الهارد بلد اسمه ايه؟ جريتر بلاطين وركز معايا ده الجريتر بلاطين ارت طب الفين ها اللي ماشي مع فيه فين في الهارد بلد اكيد طالما في ارت يبقى فيه فين الفين بيروح فين قال لي بسيطه قوي هو الجريتر بلاطين ارت جاي منين جاي من السيرد بارت اوف ذا ماكسيلا يبقى الجريتر بلاطين فين بيصب فين في حاجه كده قالها لي زمان لو رجعت للانفرا تمبرال فوس قال لك جميع برانشات المجزله دي ها ارتري الفينات اللي زيهم تصب في حاجه اسمها تيريجويد فينوس بلكسس كان زمان قال لي كده حاجه افتكرها
انا بفكرك بحاجه لما تيجي تذاكر، انا عارف انت مش فاكر حاجه ولا دماغك بيضة دلوقتي. ها معايا؟ في حاجه اسمها تيريجويد فينوس بلكسس. تيريجويد فينوس بلكسس دي يا اولاد ها التريبيوتريز بتاعتها كورسبوند تو ذا برانش اوف ذا ماكسيلاري ارتري. يعني لما اجي اذاكر كده الجريتر بلاتاين فين بيصب فين؟ في حاجه اسمها تيريجويد فينوس بلكسس. ركز معايا، ركزوا معايا. تيريجويد ايه؟ في يبقى في ارتري وفي فين. في لمفاتك حتى في البلد، اللمفاتك بتاع البلد بيحط حاجه اسمها ريترو فارينجال لينفلو. لو ما لهاش في الكتاب مش مهم، هيقولها في الصوت تبقى ريترو فارينجال. الليمفاتيك بتاعت البلد بتروح للريترو ايه؟ فارينج. طب تيجي للنيرف سبلاي بتاع الهارد بلد. ها في كام نيرف سبلاي للهارد بلد؟ ويا ريت تركز معايا، في كام نيرف سبلاي بيدوا الهارد بلد؟ اثنين. طيب سؤال، سؤال واحد يجي يسالك، الجريتر بلاتاين ارتري ماشي اهو معاه جريتر بلاتاين، هل الجريتر بلاتاين نيرف بيطلع لغايه الانسيسيف فوسا؟ اقول له لا، الجريتر بلاتاين نيرف ده بيد الهارد بلد. اه جاي منين يا عم الجريتر بلاتاين نيرف؟ ده برانش من حاجه اسمها سفيرو بلاتاين جانجلون او تيريجو بلاتاين جانجلون. معايا؟ فاكرها الجانجلون دي؟ جانجلون اوف هي فيفا، لو انت فاكرها من زمان. النيرف ده اسمه جريتر والجريتر بلاتاين نيرف ده سنسوري. وفي الحقيقه برانشات السفينو بلاتاين جانجلون دي كانت برانشات الماكسيلاري نيرف، كانت برانشات ايه؟ الماكسيلاري ايه؟ نيرف. الجريتر بلاتاين نيرف ماشي هنا ما بيوصلش لغايه الانسيسيف فوس، لا بيخلص ورا هنا. جريتر بلاتاين نيرف بيدي الهارد بلد الاوستيرو بارت. امال مين بيدي الانتيرو بارت بتاع الهارد بلد؟ نيرف اللي نازل دوت. اسمه ايه النيرف ده؟ ميزو بلاتاين نيرف، وبرده جاي من نفس الجانب. يبقى ده جريتر بلاتاين وده يا ولاد ميزو بلاتاين. ولما تذاكر القديم هتلاقي الكلام ده سهل جدا والله. لما تيجي تذاكر القديم هتقول الكلام ده ايه؟ ده بالنسبه لي مراجعه. الجريتر بلاتاين نيرف جاي منين؟ السفينو بلاتاين جانجل. والنيزو بلاتاين نيرف جاي من نفس الجانجل برده، كان بس جنب روح النوز. كان النيزو بلاتاين جانجل دي السفينو بلاتاين كان بيطلع برانش اسمه نيزو بلاتاين، كان بيروح المناخير. ها معايا؟ يتكسر للاترال وميديا. تمام؟ ادي ايه؟ نيرف سبلاي بتاع الهارد بلد. يبقى الهارد بلد انا يهمني ايه فيه؟ يهمني مين البون اللي عامله؟ يجي يسالني مين البون اللي عامله الهارد بلد او قايل له؟ ما يهمنيش ايبيثيليوم والكلام ده، ما يهمنيش. ها الفيتشر بتاعته، ها انا عارف في انسيسيف وجريتر والكلام ده عشان العملي. ممكن يجي يقول لي البلاد سبلاي بتاع الهارت بلد ايه؟ او قايل له ارتري اسمه بس، ما فيش غير ارتري واحد جريتر بلاتاين ارتري. طب الفين اسمه ايه؟ جريتر بلاتاين فين. طب الجريتر بلاتاين فين بيصب فين؟ بيصب في التريجويد فينوس بلكسس. معايا؟ طب النيرف بتاع الهارت بلد فين الفين بقى؟ ها جريتر بلاتاين نيرف ونيزو بلاتاين نيرف. ها جريتر بلاتاين نيرف ما بيوصلش الانسيسيف، لا الانسيسيف فصه دي بيعدي فيها نيزو بلاتاين نيرف وجريتر بلاتاين. نيزو بلاتاين نيرف نازل من فوق، اما الجريتر بلاتاين ارتري فهو ايه؟ خارج. معايا؟ والحاجات دي طبعا كلها فيها يمين وشمال، يعني نيزو بلاتاين في يمين وشمال وجريتر بلاتاين في شمال ويمين وشمال، كلهم في رايت وايه؟ وليفت. تمام؟ ده الهارد بلد. طب تعالى بعد كده نقول السوفت بلد، يا ريت تركزوا معايا. سوفت بلد، سوفت بلد ده ها برضو دي قال لي في الكتاب كده ايه؟ ركزوا معايا يا ولاد، ركزوا معايا لو سمحت، والله عايزين نخلص شاطر عشان اللي عايز يمشي يذاكر، عايز نركز مع بعض ننجز. سوفت بلد ده قال لي ايه؟ ها ده موبايل ها ماسكولار فلاب. فلاب يعني ايه؟ يعني لسان كده صغير، حته كده مدلدله صغيره. فلاب، فلاب يعني حته لسان زي لينجولا كده. موبايل ماسكولار فلاب. ربنا خلق السوفت بلد اساسا سوفت بلد اهو. لماذا خلق الله السوفت بلد؟ خلي بالك ربنا خلق السوفت بلد عشان وانا ببلع، هو شغلته وانا ببلع. سوفت بلد ده شغلته وانا يعمل ايه عم؟ قال لي فيه ان هو ده فارنكس، الحته اللي فيها هنا في حاجه اسمها نيزو فارنكس، وفي حته تحت هنا اسمها اورو فارنكس. اورو فارنكس، ميزو فارنكس ده لما نيجي نذاكر لو سمحت ركزوا، ممتد من عند البيز اوف ذا سكال لغايه السوفت بلد، يعني كل ده اسمه نيزو، الحته اللي فوق دي اللي فيها فتحه الاوديتري تيوب بشوفها في العمل. تحت بقى من اول السوفت بلد، السوفت بلد لغايه الايبيجلوتس، الحته دي اسمها اورو فارنكس. قال لي وظيفه السوفت بلد ربنا خلقه عشان وانا باكل، وانا باكل كده وانا بشرب ميه باكل بقى الاكل ينزل هنا. الاكل ينزل ليه هنا؟ عشان ما يطلعليش من مناخيري.
والا يا جماعه وانا باكل وانا بشرب ميه، بشرب بيبسي، بشرب عصير، بشرب اي حاجه، اروح شارب العصير من هنا يروح طالع لي من المناخير، اطلعه من المناخير من هنا. الطريق مفتوح على فكره، اللي بيشرب سجاير عارف كده، اللي بيشربوا سجاير بيشربوا جوزه، بيشرب السجاره نفس الجوزه من هنا يروح مطلعه من مناخيره. ما هو الطريق الطريق سالم شيشه. ايوه ها بيقعد كده ها معايا يشرب شيشه يشرب سجاير طلع من مناخيره، انما الاكل لا. ها لانه الهواء ده بيشمه، بيشم السجاير، بي 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 بيعمل ايه؟ بيشفطها، ما بيبلعهاش. لو بيبلع هيقفل الحته دي. فوظيفه السوفت بلد يفصل ها النيزوفارينكس عن الاوروفارينكس. ربنا خلق الحته دي عشان تفصل المكان نيزو عن الاوروفارينكس. نيزو عن الايه؟ عن الاورو. خليك معايا. ده وظيفه الموبايل ماسكولار فلاب. قاعد يوصف لي بقى في السوفت بلد في الكتاب. بص معايا في وصف الاول كده اقراه بسرعه، هقول لك يعني في حاجات كده في كتاب الكليه حتى عايز اقراها بسرعه كده. يقول لك ايه هو ليه ابر بوردر ولور؟ ابر بوردر ماسك فين؟ في الهارد بلد، في حته اسمها في البوستيرو بوردر بتاع الهارد بلد، يعني ده السوفت بلد اهو. الابر بوردر بتاعه ماسك فين؟ ها؟ في الهارد بلد اهو، في البوستيرو بوردر بتاع الهارد بلد. الابر بتاعه ماسك ها في البوستيرو بوردر بتاع الهارد بلد، تمام. طب اللور بتاعه؟ قال اللور بتاعه ده فري، الحته ده ايه فري؟ بس في حته في النص كده اسمها اليوفيلا. يعني ماسك من الهارد بلد ها لغايه الناحيه الثانيه مش ماسك في حاجه، في حته اسمها اليوفيلا. اقرا الكلام ده بسرعه. طيب ايه كمان؟ قال لي ليه اتنين سيرفيس؟ ها السوفت بلد ليه ابر سيرفيس ولور سيرفيس. الابر سيرفيس بتاعه الابر، بص الكلام اللي انا بقوله ده اقراه بسرعه. اللي انا بقوله ده وانت بتذاكر هتلاقي كلام كده، والله انا بقول لك كده اقراه بسرعه، محدش هيسالك. الابر سيرفيس بتاعه، الابر سيرفيس بتاع السوفت بلد ها ده موجود مع الفلور بتاع النوز وبيبقى كونفكس، وده لاين بالايديسيليوم زي النوز، مش مهم الايديسيليوم نوعه ايه ما يهمناش احنا. ماشي. اما اللور سيرفيس بتاعه ها معايا موجود فين؟ قال لي عامل الروف بتاع الماوس كافيتي، وبرده بالايديسيليوم زي الماوس كافيتي، مش مهم الايديسيليوم نوعه ايه، مش هقول لك نوع الايديسيليوم. ها معايا من تحت مع الماوس ومن فوق مع النوز، تمام. طب ليه ناحيتين؟ ناحيتين تو سايد، يعني الناحيه دي والناحيه دي مع الوول بتاعه الفارنكس. ها معايا لازق في الفارنكس السوفت بلد، الناحيه دي والناحيه دي، هنا في فارنكس وهنا في فارنكس، لازق في الوول بتاع الايه؟ بتاع الفرد. طب في حته بقى مهمه شويه ها معايا، في حته تحت بقى مهمه، الحته دي خلي بالك من اللي جايه دي. في حاجه اسمها بلاتو بلوسال وبلاتو فارنجيال ارش. دول ايه؟ احترمهم شويه. ايه البلاتو بلوسال والبلاتو فارنجيال ارش؟ قال لي دول عباره عن مصلين عليهم ميوكس ممبرين، يعني في مصل مصل متغطيه بميوكس ممبرين. واحده اسمها بلاتو بلوسس مصل اهي، بلاتو بلوسس، بلاتو جلوسس ها، واحده وراها اسمها بلاتو ها فارنجيس. بلاتو جلوسس دي مصل متغطيه بميوكس ممبرين فاصبحت فولد او ارش. لو انا فاتح بق واحد كده، واحد اهو بص كده، هتكشف على العيان بالمنظر ده، والله العيان هيفتح لك بقه كده ويطلع لك لسانه على الاخر كده، عامل كده ويطلع لسانه على الاخر، وساعات يجيبه خافض اللسان عشان ينزل لسانه كمان اهو. طيب شفت انت بق العيان اهو فاتح بقه كده، هتلاقي ايه؟ هتلاقي ايه؟ في مصل هنا اهي، في مصل عليها ميوكس ممبرين. في صوره على فكره في اطلس سنيل، اطلس في الصوره دي صوره واحد بتصور فعلا، عايزين تشوفوا الصوره بشوفها في اطلس سنيل معانا عندي هنا في صوره واحد متصور، والله واحد متصور ها فاتح بقه كده وباين القرش ده، بلاتو جلوسال ها، واللي وراه بلاتو فارنجس، بلاتو جلوسس واللي وراه بلاتو ايه؟ فرنج، وما بينهم اللوز البلاتاين تونز. طيب الاثنين قرش دول ركز معايا بقى، ركز معايا. البلاتو جلوسس القرش ما هو الا ايه؟ هيجي يقول لي يا اولاد بلاتو جلوسس القرش ها ده عباره عن مصل عليها ميوكس ممبرين نازله منين؟ من السوفت بل. المصل دي مصل على فكره، ده ايه؟ مصل اهي علم عليها باللون الاحمر اهي، دي مصل، الخط ده مصل اهو. جايه منين المصل دي؟ جايه من السوفت بلد. طيب رايحه فين المصل دي؟ رايحه للسايد اوف ذا تانج. سايد اوف ذا تانج فين؟ رايحه تمسك فين؟ عند الجنكشن ما بين الاورال والفارنجيا. الاورال اللي انا شايفه ده وفي جزء ورا مستخبي اسمه فارنجيا، وممكن اشوفها كده اهي في العينه اللي هي الساجيتال سيكشن اهي، دي البلاتو جلوسس اهي، هي دي. بص على السبوره، هي دي البلاتو جلوسس اهي، هي دي ماسكه من السوفت بلد لغايه التانج. لغايه فين في التانج؟
ما بين الاورال والفارنج. هو ايه الاورال بارت اوف ذا تانج؟ ها ايه الاورال بارت والانتيرو تو سير؟ امال ايه الفارنجال بارت؟ هو البوستيرو سير. معايا المصر دي اسمها ايه؟ اسمها بلاتو جلوسس. ومع علاقتها ايه بالبلاتين تونسل قدامها؟ علاقتها ايه بالبلاتين تونسل قدامها؟ العضله دي اسمها ايه؟ بلاتو جلوسس. عليها ميوكس ممبرين، يعني متغطيه بشويه ميوكس ممبرين، بقت ارش او فوج. ساعات يقول عليها فوج. يعني انت فاجئ كده انت بتشوف حاجه في العينه السوفت، يقول لك حاجه اسمها سالبينجو فارينجال فوج. ايه السالبينجو؟ ما هي الا مصر عليها ميوكس ممبرين. مصر يعني السالبينجو فارينجال اللي بنشوفه ده مصر اساسا. عليها شويه ميوكس ممبرين سميناها سالبينجو فارينجال فوج. تمام؟ فدي اسمها بلاتو جلوسس. وراها ها في مصر ثانيه يا جماعه وراها اهو. في مصر اسمها بلاتو فارينجس. بلاتو ها فارينجس. ايه البلاتو فارينجس دي؟ خلي بالك دي مصر برضه عليها ميوكوس ممبرين، ها نازله من السوفت بلات لغايه الفرن. علاقتها ايه بالبلاتين تونس بلاتو فارينجس اللي هي يا جماعه؟ علاقتها ايه بالبلاتين؟ قال لي وراها، تعتبر وراها. ورا البلاتين تونس، يعني البلاتين تونس اللوز بتاعتنا معايا قدامها بلاتو جلوسس وراها بلاتو فارينجس. والكلام ده بيبان في العينه الساجيتال ده. يعني العينه الساجيتال دي اهي، هنا التونسل اهي بتشوفها في البلاستيك. دي بلاتو جلوسس ودي بلاتو فارينجس. ده اهي بلاتو جلوسس وده اهي بلاتو فارينجس. بيبان يا جماعه الكلام ده في العينه الايه؟ الساجيتال. ها دول ارش. قال لي طيب خد بالك بقى عشان هيجي امتحني في الكلمات دي. في كلمه كده اسمها فوسز. فوسز يعني الحلقه. الحلقه. ها كلمه فوسز دي يعني ايه؟ كلمه فوسز هيقول لي في كلمة كده عندك اسمها فوسز. قال لي فوسز هو المكان اللي أنت شايفه ده كله. يعني الفوسز دي تشمل إيه؟ خلي بالك تشمل إيه؟ تشمل الحتة دي كلها. تشمل الاتنين بلاتو جلوسس يمين وشمال، والاتنين بلاتو فارينجس يمين وشمال، ها؟ معايا يا ولاد؟ وكمان البلاتين تونسل يمين وشمال. كل الحتة ده اسمها فوسز. فوسز يعني الحلقة. الحلق ده هو مدخل الجاي تي. مدخل الجاستروساينال تراكت. معايا اسمها فوسز. فوسز خلي بالك الحته دي كده اسمها فوس. طيب في حته بقى ما لهاش في الكتاب، ما بين البلاتو جلوسس والبلاتو فارينجس المكان اسمه ايه؟ يعني افرض كده شاور لي ما بين بلاتو جلوسس وبلاتو فارينجس الحته دي اسمها ايه؟ لا دي ما اسمهاش فوسز. ها الفوسز المكان كله. امال دي اسمها ايه؟ اسمها تونسيلر ساينس. تونسيلر ساينس او ساعات يقولوا عليها تونسيلر بيد. هي هي اللي ما بين البلاتو جلوسس وبلاتو فارينجس اسمها تونسيلر ساينس او تونسيلر بيد. معايا دي حته من الفوسز مش كل الفوز. زي بالظبط كده ما عندك حاجه اسمها سيلا ترسيكا وحاجه اسمها هايبوفيسيال فوس. لو انت فاكر حاجه، لو انت تعرف حاجه اسمها سيلا ترسيكا. سيلا ترسيكا يعني ايه؟ يعني تيوبيركولار سيلي ودورسال سيلي. معايا ها كل دي اسمها سيلا ترسيكا. معايا انما الهايبوفيسيال فوسه الفوسه بس، حته الدبريشن دي بس. هنا الحته دي اسمها تونسيلر ساينس او تونسيلر بيد ما بين البلاتو جلوسس والبلاتو فارينجس. انما كلمه فوسز يا جماعه تشمل الحته دي كلها. الحلق كلمه فوسز يعني الحلق. يعني واحد عنده التهاب في الفوسز يعني عنده التهاب ناحيه يمين وشمال. ها معايا وفي التونسيل معايا فوسز. تمام؟ هذه الجزء ده خلي بالك منه. ها انما ايه وصف السوفت بلد نفسه؟ قرايه وصف السوفت بلد. طيب بص معايا بقى اللي بعدها هيجي يقول لي يا ولاد. هيجي يقول لي ها بعد كده خليك معايا. في حاجه اسمها ها السوفت بلد مكوناته ايه؟ الاستراكشر. واحد دلوقتي قال لي ايه؟ مما يتكون السوفت بلد. مما يتكون السوفت بلد خليك معايا. مما يتكون السوفت يعني مما يتكون مثلا الطنج. هديك مثال مما يتكون الطنج. واحد يقول لي الطنج بيتكون من ايه؟ ميوكوس ممبرين معايا وشويه مصر محوط شويه. شويه المصر دول ايه؟ شويه المصر الطنج في انترنسك وفي اكسترنسك. ها معايا؟ طيب مما يتكون يا ولاد ها خليكم معايا مما يتكون ها السوفت بلد اهي الرسمه دي. يتكون السوفت بلد من ها حته في النص يا ولاد ده اهي اسمها بلاتاين ابونوروسيس. بلاتاين ابونوروسيس لو سمحتوا ركزوا يا جماعه عشان افهمكم. مما يتكون السوفت بلد رقم واحد من بلاتاين ابونوروسس. البلاتاين ابونوروسس ده ولاد في شويه مصر فوقه. هما اتنين مصر فوقه ها في اتنين مصر ماسكين فيه من فوق اهو. دول اتنين خلي بالك دول اتنين. لو جدع تقول لي مين الاتنين دول؟ وفي اتنين مصر تحته. ادي اتنين مصر تحته ها في اتنين مصر هقول لك عليهم تحته.
ومتحوط الحته دي كلها ها بميوكس ممبرين. مما يتكون الاستراكشر بتاع السوفت بقى بتتكون من ايه؟ واحد ها معايا خلي بالك في عندي ها عندي بلاتاين ابونروسز بلاتاين ابونروسز بلاتاين ابونروسز معايا ها ادي البلاتاين ابونروس اهو في مصر فوقه ومصر تحته ومتحوط بميوكس ممبرين. ميوكس ممبرين ده نوع ايه؟ ابيسيليا مالناش دعوه مش مهم ابيسيليا نوع ايه مش تبعنا ها في ميوكس ممبرين والبلاتاين ابونروسز ها وشويه مصر مصر فوقه ومصر ايه تحته معايا. والكلام ده بقى مع النيرف والليمفاتيك ها معايا دي تبع الايه تبع النيرفات هنقولها دلوقتي سوفت بلد والارتيرال مين والفينات مين تمام. طيب يبقى انا لازم اعرف ها دلوقتي البلاتاين ابونروسز ده مين اللي عامله مين اللي عامله ده هو الاساس. قال البلاتاين ابونروسز ده اللي عامله مصر اسمها تنسور بلاتاي اللي عامله مصر اسمها تنسور بلاتاي ها وده الاساس ده 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 منتصف ده النيوكليوس ده النواه بتاعه السوفت باند. المصر اللي عاملاه اسمها تنسور ايه بلاتاي والتنسور بلاتاي هكلمك عليها دلوقتي هي الاساس بتاع ده بتاع البلاتاين ابونروسز والمصر دي بتشد البلاتاين ابونروس والبلاتاين ابونروس ده يمين وشمال ماسكين في حته اسمها بلاتاين كريست اهو. يعني لو حد علمني على حاجه اسمها بلاتاين كريست ده ايه الحته دي وقال لي مين اللي ماسك فيها اقوم قايل له ماسك في البلاتاين كريست بلاتاين ابونروس اللي هو منتصف السوفت باند. مين اللي ماسك في البلاتاين كريست بلاتاين ابونروس يبقى انا يهمني البلاتاين اب مش مهم تعريفه فايبر شيت ومعمول من التنسور بلاتاي وماسك في البلاتاين كريست. تاني البلاتاين ابونروس مين اللي عامله كل الثلاث سطور اللي بتتفضلوا انو سيكشن ده انا واخد سيكشن كده ما في النص يعني واخد سيكشن اهو سكال دي اهي بص كده اهو واخد كده واخد الحته اللي في النص دي وشايف السوفت بلاتاي خط بقى واخد خط معايا كده ماشي يا جماعه. طيب يبقى انا عايز اعرف ايه في البلاتاين في ثلاث سطور عندها مطلوبين بلاتاين ابونروسس ثلاث سطور في الكتاب ايه اهم حاجه في الثلاث سطور دول البلاتاين ابونروس مين اللي عامله مين اللي عامله تنسور بلاتاي هنقولها دلوقتي وماسك فين ماسك فين يعني هيجي يسالني البلاتاين مين اللي عامله تنسور بلاتاي ماسك فين في حته اسمها البلاتاين كريس ايه البلاتاين كريس الحته اللي انا بقول لك عليها ما بين الجريتر والليزر بلاتاين كريس تمام تمام. طيب نيجي نتكلم عن مصر اللي عاملاها تنسور بلاتاي هو في كام مصر في البلد هم خمسه مين اول مصر هاجي مصر اسمها تنسور بلاتاي بص معايا تنسور بلاتاي يا جماعه خليكم معايا تنسور بلاتاي المصر دي جايه منين ورايحه فين بص على السكال اللي معاك بقى بص على السكال بص على السكال معايا ركزوا معايا في عندك عضميه اسمها بيتراس تمبورال بون في عندها كاروتيد كانال ها بص كده في حاجه اسمها بيتراس تمبورال بون دي بيتراس تمبورال بون ها ده هي الفتحه دي كاروتيد كانال اللي جنبها اهو دي سيفينويد السيفينويد دي فيها ها فورامين اوفال فورامين سباينوزا سباين اوف سيفينويد انتوا معايا يا جماعه ولا بكلم نفسي؟ بكلم نفسي. تاني ها في عندي عضمايه ده ايه؟ اسمها بيتراس تمبورال بون ها الا ما حد مسك سكال ولا بتاع ما نشوف كده على السكال ها ونوري بعضنا يا جماعه اللي ورا دول بصوا معاهم لازم نبصوا مع بعض. في عندي حاجه اسمها بيتراس تمبورال بون اهي جنبها ده جريتر ده فورامين اوفال فورامين سباينوزم سباين اوف سيفينويد خد بالك بقى تنسر بلاتاي الاورجن بتاعها لها تيوبال اورجن منين بص اقرا في الكتاب منين التيوبال اورجن والله هتلاقيك فين من اللاترال سايد بتاع الجوديتر تيوب لها تيوبال اورجن من اللاترال سايد بتاع الجوديتر تيوب طيب لها بوني اورجن بوني اورجن ها بوني اورجن هتاخد منين بون ها فكر كده معايا هي ماسكه في اللاترال سايد بتاع الاوديتري تيوب هتاخد منين بون هل هتاخد من السيفينويد ولا البيتراس اكيد هتاخد من السيفينويد منين هو السيفينويد ان احنا خلي بالك هنا سيفينويد وهنا بيتراس معايا هتاخد منين من السيفينويد قال لي في الكتاب من السباين اوف سيفينويد والحته دي اسمها سكافولد فوسيل
بتاخد من السباينوف سيفينويد والسكافويد فوس. يعني هي ماسكه كده اهي، ماسكه في السباينوف سيفينويد وماسكه في السكافويد فوس. كل دول تبع تبع السيفينويد. ها بتاخد منين اورجن؟ ها من اللاترال سايد بتاع الاندوتريوم. ها معايا تمام؟ منين اورجن يا اولاد؟ منين اورجن؟ ها بودي اورجن، ها من السباينوف سيفينويد والسكافويد فوس. طب المصل دي بعد ما تاخد اورجن من هنا، قال يمين وشمال. بص اهو المصل ده يمين وشمال هيعملوا ايه؟ هيعملوا تندون. التندون ده يلف عند التريجويد هامولس. التريجويد يلف عند، يعني يمشي كده اهو، يلف عند التريجويد هامولس ده ويعملوا ايه؟ يقابلوا بعض يمين وشمال، يقابلوا بعض المصل دي، يقابلوا بعض الشمال واليمين، يبقوا فلاتن فلات، ويعملوا حاجه اسمها ايه؟ قالوا يعملوا حاجه اسمها بالاتاين ابودروس. ها تاني دلوقتي البلاتاين ابودروس معمول من المصل اسمها ايه؟ تنسور. البلاتاين ابودروس ده في نص السوفت باند، معمول من مصل اسمها تنسور بلاتاين. تنسور بلاتاين بتاخد اورجن منين؟ من اللاترال سايد بتاع الاوديتري تيوب. هي الاوديتري تيوب ماشيه فين؟ الاوديتري تيوب ماشيه ما بين البتراس وما بين السيفينويد في الجروف ده اهو. قال بتاخد من اللاترال سايد وبتاخد من العظم اللاترال هو سباينو سيفينويد وسكافويد فوس، وتلف حوالين التريجويد هامولس كده، والشمال واليمين يقابلوا بعض، يقابلوا بعض يعملوا حاجه اسمها ايه؟ بالاتاين ابودروس اللي هو الفليت. يعملوا حاجه اسمها ايه؟ بالاتاين ايه؟ ابودروس. طيب المصل دي بتعمل ايه؟ قال لي بتشتغل مع السكند ستيج اوف ريبروتيشن مع البلد. بتعمل ايه؟ الاكشن بتاعها بتعمل ايه؟ بتعمل ايه يا اولاد؟ بتعمل ايه؟ قال لي بتعمل تنشن في السوفت باند. تنشن يعني بتخليه ناشف ريجيد. بتشد السوفت بلد، بتعمل تنشن في السوفت بلد. تنشن يعني ايه في السوفت بلد يا جماعه؟ تخليه ريجيد ناشف. ناشف ليه؟ قال السوفت بلد الطبيعي بتاعه هو سوفت، حاجه طريه، سوفت بلد. عشان المصل دي لما تيجي تشتغل تخليه تنشن، يعني عشان تعمل ايه؟ قال لي عشان السوفت بلد في مصل ثانيه هترفعه. ها التنسور بلاتاي بتخلي السوفت بلد تنس مشدود ريجيد، في مصل تانية هترفعها هقولها لك اسمها ليفيتور بلاتاي، عشان السوفت بلد يطلع لفوق يقوم يقفل النيزوفارنكس عن الايه؟ عن الاوروفارنكس. يبقى هي بتعمل ايه في السوفت بلد لما الواحد يجي يبلع؟ بتخلي السوفت بلد تنس، بتشده، بتشد. تنس يعني ريجيد، ريجيد يعني بقى ناشف. تنس هنا معناه بقى ريجيد عشان الاكل ما يزقوش ويطلع في النوز. انا الهدف الاساسي ان اخلي السوفت بلد ده ريجيد مشدود واطلعه لفوق. فالمصل دي بتعمل ايه؟ اسمها تنسور. بتشد ايه يا اولاد؟ بتشد ها السوفت بلد تمام. وبتعمل حاجه ثانيه، بتعمل ايه؟ بتفتح الاوديتور تيوب، ماسكه في الاوديتور تيوب بتفتح. بتفتحها امتى؟ احسن وقت بفتح الاوديتور، او انا محتاج افتح الاوديتور تيوب والواحد راكب طياره، واحد راكب طياره، راكب طياره ده الضغط بره طبله البوزل بيقل، في الاكسترنال اير بيقل معايا. الضغط هنا بيقل، انت عارف ايه فايده الاوديتور تيوب؟ قناه ستاكيوس بتعادل الضغط حوالين الاير درام، طبله الاذن معايا يا جماعه. لو انا دلوقتي واحد راكب طياره المفروض يعمل ايه؟ يشغل الاوديتور تيوب كويس قوي. طب عشان يشغل الاوديتور تيوب يقولوا له ايه؟ ابلع حاجه. فعشان كده اللي بيركب طياره لازم بيدوا له حاجه لبانه او حاجه يمصها يبلعها عشان يشغل التنسور بلاطه. الكلام يا جماعه، الكلام الدوشه، دوشه لو سمحت، دوشه، عاملين دوشه. ها تنسور بلاطاي ها مين اوبنر اوف اوديتوري تيوب معايا كده؟ ادي التنسور بلاطاي. طيب النيرف سبلاي بتاعها منين؟ اقول لك كده فيها سر. النيرف سبلاي بتاعها من نيرف بيعدي في الفورم الاوفالي اللي جنبها ده اهو. نيرف سبلاي بتاعها ها سر كده اهو. نيرف سبلاي بتاعها من النيرف بيعدي في الفورم الاوفال. هو مين بيعدي في الفورم الاوفال؟ ميل. ميل دي اختصار ايه؟ مانديبولار نيرف اكسسوري مينينجال ارتري ليزر بتروزال نيرف. المشي ليزر بتروزال ده نيرف برس الفاساتيك، ما تحسبوش. مين النيرف اللي بيعدي في الفورم الاوفال؟ مانديبولار. قال لي بتاخد من المانديبولار نيرف ترانك عن طريق نيرف دوميديا التريكويد، تاخد من المانديبولار نيرف نفسه معايا عشان هي جنب، ما انا بقول لك جنب الفورم الاوفال، ما انا عمال ارسم بصوره لك جنب الفورم الاوفال. بتاخد نيرف طبعا هيقولها لي مع النيرف سبلاي بتاع المصل في الاخر. ها
تنسر ايه؟ بلاطال. طيب ليفيتور بلاطال بتاخد قرش منين ليفيتور؟ ليفيتور بلاطال ها ليفيتور بتاخد قرش بقى من الناحيه الثانيه اهي واخده قرش من الحته دي كده. الليفيتور في الحته دي يا جماعه اهي اللون الاصفر اللي على السبوره ده يا ريت تركز معايا يا ريت تركز. دي الليفيتور هيقول لي في الكتاب بتاخد قرش منين؟ ها يا جماعه اللي بيتكلموا ورا والله ما تستفيدوش من الحصه ركزوا معايا في الحصه. ها الليفيتور بلاطاي بتاخد قرش منين؟ بص هيقول لك من الميديال سايد عشان تتخيل الكلام انت مش متخيله هيقول لك لاترال ومين هتنسى مين اللي لاترال ومين اللي ميديال ما انتش فاكر. التنسور لاترال ماسكه فين؟ في السيفيرويد افتكرنا ماسكه في السباينو سيفيرويد وسكافال فوسي. انما اللي ماسكه في الميديال سايد بتاع الاوديتري تيوب اسمها الليفيتور بلاطاي هيقول لي ماسكه في الميديال سايد بتاع الاوديتري تيوب ومنين كمان؟ ها والبيتراس بون في البيتراس بون فين؟ قدام الكاروت الثاني. دي اسمها ايه؟ ليفيتور. يبقى دي تنسور وجنبها يا اولاد وجنبها ليفيتور بلاطاي تنسور وايه؟ وليفيتور تمام؟ الليفيتور بلاطاي بتعمل ايه؟ بتشتغل في المرحله الثانيه من البلع برضه بتعمل ايه؟ بتعمل اليفيشن في السوفت بلع. الليفيشن في السوفت بلع ليه؟ عشان تقفل النيزو تفصل النيزو عن الاورو. خلي بالك النيزو ده النيزو فوق الاورو هنا تحت الحته اللي ما بينهم ما بين النيزو والاورو دي بيسموها فارنجيال اسمس. هيجي يسالك فيها في الامتحان مكتوبه في الكتاب ايه الفارنجيال اسمس؟ فارنجيال اسم الحته اللي ما بين النيزو والاورو. الجزء اللي ما بين مين اللي بيقفل الفارنجيال اسمس؟ اللي بيدور بلاطه. ها مين المصل؟ هيجي يسالك والله الاسئله دي مين المصل يا عم اللي بتقفل الفارنجيال اسمس؟ مين المصل اللي بتقفل الفارنجيال اسمس؟ ها بص في الكتاب هيجي يقول لي مين؟ اقول له اللي بيدور بلاطه. ليه؟ لانها بترفع السوفت بلاط لفوق بترفعه لفوق تفصل النيزو عن الاور. ايه الفارنجيال اسمس؟ حته ضيقه في الفارنكس الحته دي اسمها الليفيتور بلاطات. وممكن تقول برضو في الكتاب لو قلتها صح ما لهاش في الكتاب بتفتح الاوديتري تيوب برضو بس المين اوبنر هي التنسور. لو قلت بتفتح الاوديتري تيوب برضو صح التنسور والليفيتور يبقى انا عندي ادي التنسور وادي الليفيتور الاثنين مصر دول جايين من فوق اثنين مصر جايين من فوق ماسكين ها واحده عامله البلاطين ابودروس وماسكه فيه واحده ها ماسكه في البلاطين ابودروس تنسور وليفيتور بلاطات تنسور وليفيتور بلاطات تمام. طيب في مصل بقى ها جوه البلاطين ابودروس ها في مصل احنا قلنا في اتنين فوق مين الاتنين فوق ماسكين واحده عامله البلاطين وماسكه فيه واحده من فوق تنسور وليفيتور. طيب في اتنين مصل من تحت هقولهم لك بلاتو جلوسس وبلاتو فارنجس. في مصل جوه البلاطين ابودروس المصل هي رقم ثلاثه في الكتاب يقول لك اسمها ايه؟ اسمها ماسكولا يوفيلا. ماسكولا يوفيلا ماسكولا يوفيلا دي بتاخد اورجن منين يا اولاد؟ بتاخد اورجن من البوستيرو نيزال سباين اهي هنا واحده يمين واحده شمال بايلاترال ما بين قوسين كده خلي بالك بايلاترال في كلام كده ما بتاخدش بالك منه انها دي ماسكولا يوفيلا المصل دي واحده يمين واحده شمال ماسكه في مين؟ في البوستيرو نيزال سباين. ها وجوه البلاطين جوه يعني البلاطين ابودروسس في النص كده في مصل بتخش فيه بتخش جوه البلاطين ابودروس والماسكولا يوفيلا دي بتروح تعمل انسيرشن في مين؟ في اليوفيلا هنا تروح تعمل انسيرشن في اليوفيلا. ميجي يسالك ايه المصل في اليوفيلا هي دي؟ هي المصل الوحيده اللي بتوصل لليوفيلا. المصل دي اسمها ايه؟ ماسكولا اهي واحده يمين واحده شمال ادي واحده وادي واحده ماسكه في البوستيرو نيزال سباين ورايحه تعمل انسيرشن في مين؟ في اليوفيلا. بتيجي في الام سي كيو يقول لك ايه المصل الموجوده عند اليوفيلا؟ ايه المصل الموجوده عند اليوفيلا؟ ماسكولا يوفيلا. بتعمل ايه المصل دي؟ تنشن في اليوفيلا بتشد اليوفيلا تمام؟ ماسكولا يوفيلا خلاص؟ تنسور بلاطاي ها معايا وليفيتور بلاطاي وماسكولا يوفيلا تمام. طيب تيجي بقى في اتنين مصر تحت انا عندي اتنين مصر ماسكين من فوق تنسور ها وليفيتور في مصر جوه البلاطين ابودروس يا اولاد اسمها ماسكولا يوفيلا في اتنين مصر تحت مين الاتنين مصر ماسكين تحت؟ واحده اسمها بلاتو بلوسس واحده اسمها بلاتو فارنجي. بلاتو بلوسس بتاخد برج منين؟ بتاخد برج منين؟ ركز كده معايا من البلاطين ابودروس من ناحيه تحت ورايحه تعمل ايه؟ قال لي رايحه تعمل انسيرشن في الطنج. فين في الطنج يا عم؟ في الجنكشن ما بين الانتيرو تورسال وبوستيرو انفير ما بين الاورال والفارنج. ها بلاتو سهله دي هي اللي عامله حاجه اسمها البلاتو جلوسا الارش هي اللي عامله حاجه اسمها البلاتو جلوسا ادي البلاتو جلوسا دي هي اللي عامله الارش ده واخده من السوفت بلد رايحه للطنج ما بين الانتيرو تورسال والبوستيرو انفير. خد بالك بقى
البلاتو جلوسرس بتشتغل تعمل ايه؟ بتشتغل في المرحله الثانيه من البلع. بتعمل ايه في المرحله الثانيه من البلع؟ ها اللي بلع بتعمل ايه؟ قال لي البلع لما يوصل ايه؟ قال لي بتشتغل سفنكتر للاوروفارينجيال اسموس. لا بتشتغل مع البلع ما بتشتغلش مع الطعم. يعني ايه سفنكتر للاوروفارينجيال اسموس؟ قال الاوروفارينجيال اسموس هي الدايره دي، هي الحته دي كده اهي، ها هي البلاتو جلوسرس يمين وشمال والسوفت بلد فوق والطعم. قال لي لما الاكل يعدي هنا، الاكل يعدي خلاص الحته دي تقفل، ها الحته دي الاكل ما يقدرش يرجع لك تاني. يقول واحد طالما نزل الاكل بتاعه في الفارنكس في الاوروفارنكس ما يعرفش يطلعه بقه تاني. معاه لما بقى يشغل فيشغل الكوليسترول تبص عارفين يضغط عليه. بتشتغل السفنكتر للاوروفارنجيال اسموس عشان ايه؟ عشان الاكل ما يرجعليش تاني. يبقى التنسور والليفيتور عملوا ايه؟ التنسور والليفيتور عملوا ايه؟ لو انت مركز معايا والله هتفهم الكلام ده. التنسور والليفيتور يا جماعه دول فصلوا النيزو عن الاور، يعني الاكل يمشي كده ما يطلعش في المناخير. لو انت دلوقتي بتشرب لو انت بتشرب ميه ونزلت في الفرد خلاص استحاله تطلع مناخيرك. ما تطلعش. ما هنا التنسور والليفيتور واحده عملت تنشن واحده عملت ديفيشن في السوفت بلد. طب نزلت في الفرد خلاص ما تقدرش ترجع بقك تاني. ليه بقى؟ ها ما قدرش ترجع بقي تاني ليه؟ ها معايا في مصل قفلت، مين المصل قفلت عامله سفنكتر؟ اسمها البلاتو جلوسس. بلاتو جلوسس بتعمل سفنكتر للاورو، عارف حته اسمها الاورو فارنجال ايه؟ اسموس. اورو فارنجال اسموس هي الدايره دي، بلاتو جلوسس يمين وشمال، سوفت بلد وطم. قال لي بتعمل سفنكتر ازاي؟ بيقربوا الاثنين من بعض، هقول لك كده في الكتاب، بيقربوا اليمين والشمال من بعض، وتعمل ايه؟ ريز، بترفع الفنج شويه. بتشتغل كسفنكتر للاورو فارنجيال ايه؟ اسموس. معايا كل ده بيشتغل امتى؟ كلهم بيشتغلوا مع بعض في المرحله الثانيه من البلع. عشان كده البلاتو جلوسس انا بقول لك المصل دي دسيسه على اللسان، مصل مش تبع اللسان اسمها بلاتو جلوسس. ده بيشتغل مع مين؟ مع البلد. كل ده يا ولاد بتشتغل ايه؟ بيشتغلوا في المرحله الثانيه من البلع. بلاتو ايه؟ جلوسس، تمام؟ طيب واحدة أخيرة بقى، مصر الأخيرة، بلاتو فارنجس، بلاتو فارنجس، ها؟ بلاتو فارنجس، ها؟ بتاخد برج منين البلاتو فارنجس؟ من الأبر سيرفيس بتاعة السوفت بلد. أبر سيرفيس بتاعة بلاش سوفت بلاتاين أبودروسس، زي ما قال لك في الكتاب، السوفت بلد صح برضه. والبلاتو فارنجس نازلة 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 نازلة، تعمل انسيرشن فين؟ بص على السبورة بتعمل انسيرشن فين؟ في البوستيريور بوردر بتاع السيلولوز كارد. خليك فاكر علم على البوستيريور بوردر بتاع السيلولوز كارد جين، اللي هيجي لك سؤال ممكن في اخر السنه يقول لك ايه المصل اللي ماسكه في البوستيريور بوردر بتاع السيلولوز كارد. خلينا هنجمعها، مصل ماسكه في البوستيريور بوردر بتاع السيلولوز كارد، خليك فاكرهم ثلاثه، دي واحده منهم، بلاتو فارنجس، بلاتو فارنجس، تمام. المصل البلاتو فارنجس بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ بترفع السيلولوز كارتج لفوق، بترفع إيه؟ عشان برفع السيروي كارتش في ايه؟ السيروي كارتش ده يا ولاد ده لارنكس، بترفع اللارنكس لفوق عشان ايه؟ عشان اللارنكس تقوم تقفل بالايبيجلوت. يعني واحد هو بيبلع، بص حركه البلع دي، حركه البلع ده ايه؟ واحد بيبلع حصل ايه؟ حصل ايه؟ حصل حاجات كتيره قوي. التنسور عمل التنشن، والليفيتور رفعت السوفت بلع، البلاتو جلوسس قربهم من بعض، ها البلاتو فارنجس رفعت بيكسر وكارد، الماسكولا يوفلا عمل تنشن في اللي شوف الواحد لما بيبلع بيحصل ايه؟ والله لو قعدت كده تفكر في الكلام، ها تنسور شدت، ليفيتور رفعت، ها بلاتو جلوسس قفلت، بلاتو فارنجس رفعت سيروكارد، ها ماسكولا يوفلا تنشن، ها شدت اليوفلا. كل ده وانا ايه؟ وانا ببلع. نعم؟ الليفيتور بلاطاي، الليفيتور بتشتغل على الاسكو فارنجال اسموس، هي دي اللي بتشتغل. نعم؟ لا الليفيتور بلاطاي هي اللي بتقفل، هي اللي بتقفل فارنجال، في حاجه اسمها اورو فارنجال اسموس وفي حاجه اسمها فارنجال اسموس غير بعض. يا ولاد ها خليك معايا عشان ايه؟ اختلط الامر عليكم. في حاجه اسمها فارنجال اسموس غير الاورو فارنجال اسموس. الفارنجال اسموس لو انت مركز معايا، الفارنجال اسموس هي الحته دي ما بين النيزو والاورو. انما الاورو فارنجال اسموس ما بين الاورال كافيتي والاورو فارنكس. ها في حاجه اسمها ها فارنجال اسموس واورو فارنجال اسموس، الفارنجال اسموس ما بين النيزو فارنكس والاورو الحته دي. انما الاورو فارنجال اسموس ما بين الاورال كافيتي ها والاورو فارنكس. حاجه اسمها الاورو فارنجال ايه؟ اسموس. ها
تمام؟ يبقى انا عرفت المصل دي بتعمل ايه؟ المصل دي يا جماعه بتعمل ايه؟ ها؟ تنسور بلاطال لفيتو بلاتو جلوسس بلاتو فارنجس ها؟ ماسكولايو. طيب هيجي يقول لي ايه بعد كده؟ المصل دي الارتيريال سبلاي بتاع الشفت بلد منين؟ من ثلاثه ارتري. خلاص احنا في اخر صفحه كده اهوت هقول لك الارتيريال سبلاي بتاع السوفت بلد منين. ارتيريال سبلاي بتاع السوفت بلد من ثلاثة ارتري. مين هما الثلاثة ارتري؟ ركز معايا كده. ثلاثة ارتري ادي اهو اللي بيشتغل على الفارنجال اسمس يا جماعه اهي يا جماعه لو سمحت اللي بيشتغل على الفارنجال اسمس سفينتر هي اللي فيتور بلاطال. اما يجي سؤال في الامتحان انا والله بقول لك هو السؤال في الامتحان اللي بتعمل سفينتر للفارنجال اسمس هي اللي فيتور بلاطال انما اللي بتعمل سفينتر للاورو فارنجال اسمس هي البلاتو جلوسس. نعم اللي تو مصر اللي فوق تنسور ولا فيتو؟ هي التنسور عامله الابونروسس بس هي جايه من فوق. تنسور ولا فيتو؟ الاثنين جايين من فوق. والاثنين اللي جايين من تحت بلاتو جلوسس وبلاتو فارنجس. تحت الصوت ماسكين يعني جايين تحت الصوت بلاتو ابونروسس. نعم؟ وضع المصل لا وضع المصل مش انسيرشن ده وضع. مصل ماسكه من فوق ومصل ماسكه من تحت. وضعها بس موجوده ازاي؟ ماشي يا جماعه. ها طيب الارتري بتاع السوفت بلد منين؟ الارتري بتاع السوفت بلد ثلاثه ارتري. ها احنا قلنا الارتري بتاع الارض بلد جريتر بلاطايت يا جماعه اللي بيتكلموا الارتري بتاع الهارد بلد ارتري جاي من فوق عدى هنا كده وطلع تاني كده اهو. الارتري بتاع الهارد بلد جريتر بلاطايت. الارتري بتاع السوفت بلد ثلاثة ارتري. مين الثلاثة ارتري؟ واحد جاي من الجريتر برانش من الجريتر اسمه ليزر ادي واحد. ها وارتري ماشي فوق عضلة اسمها السوبيرو كونستريبتور الرسمة دي انا راسمها عندك كده اهو رايح طالع هنا اسمه اسندنج بلاطايت. في ارتري طالع فوق السوبيرو كونستريبتور برانش من الفيشيا لما تذاكر هتعرفوا البرانش ده مهم قوي والله اسمه اسيندنج بلاطايت طالع فوق عضله اسمها السوبيريور كونستريكتور رايح السوفت بلد. وايه كمان في ارتري ماشي في الحته دي كده اسمه فارنجيا اسمه اسيندنج فارنجيا برانش من الاكسترنال كاروتيد. اسيندنج فارنجيا ماشي على الفارنكس وهو ماشي هنا بيدي بلاطاين برانش. كام ارتري بيدي السوفت بلد؟ ثلاثه. لو سمحت ركز والله على الرسمه دي. كم ارتري بيدي السوفت بلد؟ ثلاثة. مين الثلاثة؟ مين الثلاثة اللي بيدي السوفت بلد؟ واحد برانش من جريتر بلاطاين اسمه ليزر. اثنين ارتري اسمه اسندنج بلاطاين برانش من فيشر خلي بالك. واحد اسمه بلاطاين بتاع الاسندنج فرنج. تمام؟ كم ارتري بيدي السوفت بلد؟ ثلاثة. انما كم ارتري بيدي الهارد بلد؟ واحد جريتر بلاطاين. سوفت بلد ثلاثة انما الهارد بلد واحد بس. تمام؟ طب النيرف سبلاي بتاع السوفت بلد زي ما قال لي في الكتاب لازم اقول موتور وسنسور. جميع عضلات السوفت بلد بتاخد نيرف سبلاي من الفارنجيال فليكسس او من الكرينيال اكسسوري. عارف حكايه الفارنجيال فليكسس مع الكرينيال اكسسوري؟ عارفين الحكايه دي؟ ان الموتور بتاع الفيبس اللي عامل الفارنجيال فليكسس اساسا جاي منين؟ من الكرينيال اكسسوري. احنا قلنا اشتغل معاه من الباطن. فهيجي يقول لي ايه؟ النيرف سبلاي من الفرنج فلو قلت فرنجال بلكس صح او الكرينيال ايه اكسس ما عدا واحده مين؟ التنسور بلاطاي. اشمعنى التنسور بلاطاي؟ لانها عدت جنب الفورم الاوفال. موجوده جنب الفورم ايه؟ اوفال. مين اللي ده؟ مين اللي ده بقى؟ نيرف بيعدي في الفورم الاوفال. مين يا عم؟ نيرف توميديال تيروبويد مانديبولا. مع احنا قلنا ما عدا مين؟ ما عدا التنسور بلاطاي. التنسور بلاطاي موجوده جنب الفورم الاوفال والله لو ركزت فيها. بتاخد منين؟ نيرف تو ميديال ايه؟ تيريجوي. تمام؟ جميع المصل بتاخد النيرف سبلاي بتاعها منين؟ طيب المصل دي ها السنسيشن بتاع السوفت بلد منين؟ نيرف واحد اسمه ليزر بلاطاي.
ليزر بلاطين ده جاي شايل كل حاجه هنا، شايل سنسوري، شايل تيست، في تيست على فكره السوفت بلاط، مصدره ايه؟ لو انت مذاكر قوي بقى مصدره جريتر بتروزل، جريتر بتروزل، كان جريتر بتروزل زمان كان يقول لك ايه؟ كان يقول لك تيست للسوفت بلاط وبريجانجليون، ها معايا جريتر بتروزل، ها والنيرف اللي رايح هنا طبعا اسمه ليزر ايه بلاطين.